تحياتي لكل اللي حابين يتابعونا من خلال موقع سيدتي وحابين يعرفوا أخبارنا الفلكية. عزيزي مولود برج العقرب، عم بتعيش نوع من الفوضى، فالوضع عندك شوي كأنه في نوع من التعثرات من الناحية العاطفية، ولكن هيدا ما بيعني انك رح تتخلى عن شريكك او في فراق او انفصال او قطيعة. قد تكون القطيعة مؤقتة، انهار انهارين مش اكتر من هيك. وكمان مهنيا قد تعاني من بعض التقصير والاهمال بحقك، يعني عم نشوف بعض التقصير من الناحية المهنية، لربما تفسخ عقد عمل وتتجه نحو عقد عمل جديد وبانتظارك.